تعالوا نسوي مقلوبة فلسطينية. البهارات راح نحتاجها اليوم: برياني، كاري، فلفل أسود، بهارات مشكلة، كركم، زنجبيل، دارسين، نخلة. بهارات المقلوبة: دجاجة، نقطعها ونخليها هنا، عليها مي وخل أسود، نتركها شوي بالمي والخل، وبعدين نجي هنا نخلي زيت وننزل الدجاج، ثوم وبصل، قرنفل ورق الغار، شوي من البهارات سويناها، نزل مي، نملح، نخلط، نخليه على نار متوسطة ونغطيه ونتركه شي ساعة. بهاي الأثناء تعالوا نجهز الخضروات: باذنجان قشر قطع هذا الشكل، نخليه هنا عليه مي ملح، ثانيا بطاطس قشر قطع، طماطم قطع، واخر شيء بصل قطع. وهسه ناخذ الخضروات ونقليهن كلهن. هسه نرجع هنا نخلي الدجاج، البطاطس، الطماطه، الباذنجان، البصل، رز منقوع، نخلي عليه باقي البهارات ونخلط وننزله هنا، عليه ماي الدجاج شوي فوق اللي يغطيه، وبس يبدي يفور نص النار تحته، نغطيه ونتركه شي نص ساعه 45 دقيقه. كيفكم؟ وجهزت. نقلبها وجهزت المقلوبة جوسي لأقصى الحدود. بسم الله، عذاب كلش لذيذة.